السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مشكلة كبيرة جدا بقابلها في الوقت الحالي، في الوقت المعاصر، يعني بقالي فترة كبيرة كل مرة بتفرج مع حد على فيلم، بنقعد كلنا مع بعض وبتاع وشيبسي وبيبسي وقعدة رجالة، خلص الفيلم وكل حاجة والفيلم جميل وكلنا مبسوطة، بس مجرد ما الفيلم يخلص هوبا يلا يا جماعة فيلم، ولا نخش ننام، يلا نروح نعمل أي حاجة. فاللي هو يعني كفيلم ميكر، اللي هو مش فيلم ميكر اللي هو أنا واحد كويس، فيلم ميكر دي الوظيفة، يعني أنا بتعب جدا في الفيلم ده. يعني لو أنا عملت فيلم زي ده أنا بتعب جدا جدا جدا، يعني بروح وباجي وفلوس بتروح وفلوس بتيجي وملايين ومليارات، وفي الآخر الحاجة الوحيدة اللي بتجازى بيها غير طبعا الجوائز والكلام ده إن أنا اسمي بيتكتب في التتر، التتر اللي هو بيطلع ورا وبعد ما الفيلم يخلص، اللي هو الشاشة السوداء وفيها شوية كلام ملوش لازمة بالنسبة لكم خالص. كل الناس اللي اشتغلت في الفيلم من أول بتاع الكهرباء لحد المخرج والممثلين والناس اللي نوعا ما معروفة شوية بالنسبة للناس العادية، يعني أو الناس اللي مش عارفة التفاصيل. أنا جات في بالي فكرة إن الناس كلها بتتفرج على أفلام، الناس كلها متاح إنها تتفرج على أفلام عادي جدا يعني، فليه أنا ما جيبش الناس اللي مش باينة دي، الناس اللي مش ظاهرة، الناس اللي الناس مش عارفاها. فأنا فكرت إن أنا أعمل البرنامج ده أو الفيلوج ده يعني باسم أوتكاست. اوتكاست يعني الكاست ده اصلا اللي هو الناس اللي شغال، الكرو اللي شغال في الفيلم. اوتكاست اللي هو الشخص اللي مش هو في الكاست، بس كنوعا ما تورية يعني في اللغة، ان اوتكاست دي الشخص اللي مش باين قدام الناس او الشخص اللي الناس مش بتهتم بيه. يعني في افلام عظيمة كتير جدا الناس بتقعد تقول عليها انها افلام عظيمه والناس بتشيد بيها، يعني اخر تقول له طب ده المخرج بتاعه فلان، يقول لك والله ما اعرفش المخرج ده، تقول له ده عمل الفيلم ده، والله ده اللي هو عمل ده مخرج جامد زحله. انا حبيت ان انا اعمل فكره جديده عن الموضوع ده، ان انا بما اني درست في المجال ده بقالي فتره دخلت فيه بعمق شويه، للاسف الشديد الفيلم مش ما هو عليه خالص، يعني الفيلم مش الساعتين او الساعه ونص او حتى الربع ساعه اللي بتطلع ساعتك تتفرج عليه. الفيلم ده مواويل كبيرة جدا 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 جدا. يعني فكرة البرنامج او الهدف من البرنامج او الهدف من الفيلوج، يعني مش برنامج خالص، انا قاعد في الاوضة بتاعتي. فكرة الفيلوج اني اجيب الناس اللي مش باينة، يعني مش ممثلين، مش هجيب ممثلين، هجيب الناس اللي مش بتظهر في الفيلم كصورة، يعني بتظهر كاسم، وفي كتير جدا نتكلم عنه، قعدنا نتكلم عليهم ونتكلم عليهم في سنين يعني. بس انا هاخدها خطوات يعني لحد ما ربنا يكرمنا، يعني لو عرفنا نكمل اصلا الفيلوج ده، يعني او ربنا اذا ربنا احيانا بعدين. انا هبدا بالمخرجين، تيم انا والتيم اللي شغال مع الفيلوج، يعني حددنا 5 مخرجين باسمائهم يعني وافلامهم وكده، ان احنا هنتكلم عنهم بالتفصيل، هنتكلم عن حاجات مميزه شويه، يعني مش هتكلم عن مخرج وقولي ده في سنه كذا وتوفي عام سنه كذا ودخل جامع، ما فيش الكلام ده. يعني ازاي المخرج ده بيخرج افلامه، كل واحد وليه طريقه، كل واحد وليه مدرسه، كل واحد وليه دماغ معينه. في 5 مخرجين كبار عاملين افلام اسطوريه، ما حدش تقريبا، ممكن نسبه قليله جدا من الناس مش هتكون عارفه اصلا المخرجين دول ان هم فعلا عملوا الافلام دي. ان شاء الله هنبدا نمشي خطوه خطوه، نخلص المخرج، يعني خلاص مثلا 5 مخرجين 10 مخرجين، نخش في المونتير، هنخش في السكريبت رايتر، ونخش في السكريبت سوبرفايزر، حاجات كتير جدا جدا مهمه جدا في صناعه الفيلم، بس الناس مش مهتمه بيها قوي يعني، او شايفه ان قشطه ده كلام فاضي، وازاي ده في غلطه في الفيلم ده، انا لمحت فلان بيعمل كذا، ولا ده غلطه كبيره جدا يا جماعه. احنا كان المفروض كوظيفه صناع افلام احنا بنسحول وبنتكحول وبنطلع عين اهالينا في الموضوع ده. بس فهي دي كانت الحلقه التعريفيه اوتكاست اللي هو الفيلوج الجديد، الفكره نوعا ما مختلفه شويه محدش تناولها بصفه كبيره، يعني كل الناس اللي بتتكلم عن الافلام وبتعمل ريفيوز للافلام نفسها، لكن انا هتكلم عن المخرجين نفسهم، همسك مخرج وهتكلم عنه باستفاضه شويه. هي دي فكره الفيلوج، معلومات مفيده، معلومات جديدة مش كل الناس تكون عارفاها مثلا او كده. الحلقة الجاية هتكون عن الانسان اللي انا بحبه جدا جدا جدا، يعني نفسي اقعد معاه 5 دقايق بس، اقعد معاه بس، بعيدا ان هو مخرج دماغه دي في السحاب. ان شاء الله هتكلم عن كريستوفر نولان بالتفصيل، ان شاء الله نعرف مين كريستوفر نولان وعمل ايه كريستوفر نولان وازاي عمل الافلام بتاعته وايه الحاجات المميزة فيه ان شاء الله الحلقة الجاية. كان معاكم زاد البلتاجي من قناة الحرة. ان شاء الله نشوفكم الحلقه الجايه باذن الله، ندعي بس ان الحلقه ما تطول، يعني بين كل حلقه وحلقه ما نطولش يعني. طبعا احنا ملناش في الشغل الرخيص بتاع ان انت تعمل سبسكرايب للقناه بتاعتنا على اليوتيوب اللي اسمها اوتكاست، او تعمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك اللي اسمها اوتكاست برضو،
عشان تتابع الحاجات اللي هتنزل يعني وكده. ملناش شغل رخيص ده خالص اعوذ بالله يعني. لا لكن بجد يعني احنا يعني منتظرين الكومنتس بتاعتكم عشان دي اهم حاجه، هي دي اللي هنبني عليها ان احنا نكمل ولا لا اصلا، هو ده اللي هيبقى فيها النقد البناء بتاعكم، سواء الحاجه حلوه او حاجه وحشه. اي حد عنده اسم مخرج مثلا احنا ما نعرفوش او احنا ما ذكرناهوش يكتبوا في الكومنتس، واحنا ان شاء الله هنعمل حلقه عنه، يعني لو الناس اتفقت على شخص معين هنعمل حلقه عنه باذن الله. وبس كده، اشوفكم بخير ان شاء الله في الحلقه الجايه. يلا السلام عليكم.